احنا اليوم في معرض الكتاب مع الاسوسياسيون المدنية. اليوم نحن جبنا صغيرات من جهات ليدي ميم اللي باش نجيبوا 3000 صغير على 8 ايام. دونك اليوم كما تشوف عندنا 350 صغير جايين من مختلف الجهات في معرض الكتاب. هي بمثابة انها رحلة ترفيهية من جهات نتاعهم المعرض الكتاب في تونس, وتونيزي تيليكوم توفر لهم ان بون داشا باش يدوروا في المعرض وياخذوا الكتب اللي يحبوا عليهم ويعديوا اون دومي جورني منها ترفيه ومنها علم. دونك ونحن نشجعوا صغيرات على القراية وعلى المطالعة. دونك هذه هي الفكرة اللي جينا على خاطرها اليوم المعرض الكتاب. مرحبا بكم في جناح المدنية في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 36. احنا هذا خمس عام موجودين في المعرض. النشاط نتاعنا يتمثل انه احنا نشجع على الكتاب وعلى المطالعة ولزيارة المعرض من صغارنا في كامل تراب الجمهورية باتفاق مع وزارة التربية واتصالات تونس. نجيبوا مش نوصلوا ان شاء الله ل 3050 تلميذ كل يوم, تتراوح الرحلات بين 400 و 450 تلميذ يجيونا من عديد المندوبيات من المناطق الداخلية من الوسط الريفي من المدينة. الكلهم باش يجيو نشجعوهم, نزيدو نشجعوهم نعطوهم دي بون داشا وصلة شراء باش يشرو أكثر كتب, نزيدو نخليو لهم نهار كامل يتفرهدوا فيه ونفطروهم. دونك وهذا بالشراكة مع اتصالات تونس اللي احنا الخامس عام ان شاء الله يتوج برشا زيارات لمعرض الكتاب ويتوج زادة برشا ناس اللي أول مرة وأطفال يزوروا معرض الكتاب في حياتهم. معناها يجي اليوم يشري كتاب والهدف منه أنه يتعرف على المعرض, يشري الكتاب هو باش يحافظ عليه باش يحبوا الكتاب هذاك وباش يقراه.